باقي بقيتي شويه السي بن شماس من جدك التصرفيقه واسي بن شماس واسي بن شماس راه كنهضر معاك زعما اسمح لي يا سي لابريكاد انا ما باغي نهضر مع حتى شي واحد والحبيب انا راه لابريكاد ياك ما صحاب لك شي مناضل من المناضلين ديال الحزب باغي دير لي الاقاله والطرد اسمح لي ولكن راه ما فيا ما يهضر وشنو هاد الروينه اللي نايضه عندك في الحزب اخويا وليتي راه كتشلط هاد الاقالات هاد التعيينات هاد التاجيلات اش هاد الروينات هذاك الحزب ديالي وندير فيه اللي بغيت الحزب ديالك شاري ليه الساروت اسمع السي لابريكاد انا راني الامين العام لحزب الاصاله والمعاصره ورئيس المستشارين وقولها وعمر بها فمك اش فتك بحال خلا عينك هاد جوج مناصب استاذ ازير معنا الشريف وبركه ما دير لي تنقفت هنا وقول لي شنو واقع في داك التراكتور تراكتور اصدر راه بخير بخير وعلى خير كيحصد يمينا وشمالا وكيحرث يمينا وشمالا وكيدير كلشي واش دابا كدوخ عليا ولا كدوخ على راسك واش التراكتور ما دايرش حتى امارش ونايضه فيه الروينه وتقول لي انت كيحصد اش كيحصد انا اصي لابريكاد كنهضر على التراكتور ديالي تراكتورات الاخرين كل واحد يهضر على تراكتورو يا سلام وحزب هذا ولا فيه باركينج ديال التراكتورات اسمع السي لابريكا حنا واخا عندنا باركينج ديال التراكتورات ولكن بالقوه الخارقه اللي عندي غادي نجري على دوك التراكتورات كاملين وغادي نبقى بوحدي تراكتور واحد اللي غيبقى كيدور وكيحصد هو التراكتور ديال السي حكيم بن شماس الله 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 جريندايزر هذا تماما انا جريندايزر انا راه باغي نبقى بوحدي في داك الحزب انا راه ما كرهتش حتى المناضلين ما يبقاوش عندي الاجتماعات نديرهم غير معايا نترشح ونصوت عليا ونطلع انا امين عام ونعطيني التزكيه ومره مره نعارضني هاد الضربه ديال الجماني باقيه شاده لي فراسي وراه ضرباني هادي اللي خلاتك كتهللت لهاد الدرجه ولكن ما تخافش السينا بريكاد انا واخا مضروب فراسي قادر نطرد كلشي من الحزب ايوا نوض اخويا جمع الوقفه قبل ما تفكر تطردني تانا من هاد لابريكاد السيبو تفليقه ديال الاصاله والمعاصره